القصة خلصت. لو مليانة بالدق ما كنت بعدني مجوز لهلأ. الأبطال ضايعين. إذا بعدكم بتحبوا بعض ما في شيء معه. أنا لما عقلت أنا مش حاسس بنفسي خالص. مجوز مهيك؟ بس خبرية مثل هيدي. أنت بتحبيه لهذا الشخص؟ أنا ما عم بصدق إنه في أب ممكن يشبك بقبله مثل ما أنت بتعمل. شو معقول تعمل برجاء؟ إذا كانت الخبرية إنه علاقتها مع حبيبها مش كتير ظابطة. قصة حب يوميا بعد الأخبار على MTV.